السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ازيكم اخباركم ايه؟ فضيحة بكل المقاييس لليونايتد النهارده. اليونايتد رسميا خارج دور الابطال الموسم الجاي بعد ما برايتن فاز عليه 4-0. برايتن يفوز على اليونايتد 4-0، انا مش مصدق. اليونايتد السنة دي في حالة لا حول الله يا رب. وكمان الاربع اهداف ايه؟ كان في تنوع في الاهداف، يعني انت عندك كاسيدو كوريلا اول مرة يجيبوا اهداف الموسم ده في البريمير ليج، وبيجيبوها في مين؟ بيجيبوها في اليونايتد. انا مش مصدق. هو برايتون فريق كويس وعنده مدرب جيد، بس مش لدرجة يفوز على اليونايتد 4-0. النهاردة برايتون استغل فرص اليونايتد ان هو دفاعه ضايع. اليونايتد دفاعه ضايع خالص، مفيش دفاع، سيء جدا، مش منظم. بالرغم من التغييرات اللي عملها رانجنيك، بس برضو الدفاع زي ما هو، زي الزفت. حتى لما نزل فاران وعمل شوية تبديلات برضو مفيش، لا حول الله يا رب. كان في سوء تمركز وسوء اداء، وده اللي استغله برايتون النهارده ونجح انه يجيب 4 اهداف في مانشستر يونايتد. احنا بعد ما شفنا اداء الشوط الاول وبرايتون كان فايز 1-0، اهو النتيجه هنا شويه قلنا هيكون في رد فعل قوي من اليونايتد، بس ده حصل العكس. العكس بقى انه هو برايتون هو اللي كان عنده رد فعل اكتر من اليونايتد، ونجح انه يجيب 3 اهداف كمان ويفوز 4-0. بصراحه في امور سلبيه كتيره في اليونايتد، وابرزها المدرب رانجنيك. مدرب ضايع خالص، احنا قلنا هيعمل حاجة مع الفريق بعد ما مشوا سولشاير والكلام ده، بس طلع ما بيعملش اي حاجة غير انه يطلع في المؤتمرات الصحفية ويشتكي من الفريق، وده طبعا مش هينفع. يعني احنا شفنا كونتي راح توتنهام بصراحة غير الفريق، انما رانجنيك ده لا حول الله. النهاردة اليونايتد كمان مهدد ان هو ما يلعبش في اليوروبا ليج، يعني عندك لو كريستال بالاس فاز عليه في المباراة الاخيرة وويستهام فاز، وستهام هو اللي هيطلع يوروبا ليج، واليونايتد مش هيلعب يوروبا ليج، وده كده بضمننا احنا بنسبة 100% ان كريستيانو رونالدو خارج اليونايتد الموسم اللي جاي.